بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف في باب حكم المرتد، وانتهينا في الحلقة السالفة عند قوله أو سب الله أو رسوله فقد كفر، وبينتم ذلك. ثم بدأ بقوله ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أنواع الردة استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى مما أجمع على تحريمه، وذلك مثل تحريم الزنا ومثل تحريم الخمر ومثل تحريم الربا وتحريم أكل أموال الناس بالباطل أو استباحة دماء المسلمين، فهذا يكفر بالله عز وجل لأنه مكذب لله ولرسوله. وكذلك من جحد واجبا مجمعا على وجوبه كالصلوات الخمس، فالذي يجحد وجوب الصلوات الخمس أو يجحد الزكاة وجوب الزكاة أو يجحد وجوب صوم رمضان أو يجحد وجوب الحج، وكل هؤلاء يكفرون لأنهم جحدوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فهذا يكفر بالله عز وجل. نعم. قال ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف بذلك. المجمع عليها من المحرمات الظاهرة مثل تحريم الزنا وتحريم الخمر، تحريم الربا، هذه ظاهرة في الكتاب والسنة. ومثل الميتة، حرمت عليكم الميتة نص الله على تحريمها، فإنه يكفر بذلك إلا إذا كان جاهلا. نعم. إذا كان جاهلا حديث عهد بالإسلام ولم يسمع بتحريم هذه الأشياء وقال بحلها عن جهل، فإنه يعرف بأن هذه حرام وأن الله حرمها في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع المسلمون على تحريمها، فإن أصر وقال لا هي حلال، أنتم تضايقون على الناس وهذه حلال وأنتم تحبسون الحريات، أنتم تتشددون في الدين وما أشبه ذلك من العبارات التي يقولها المنحلون اليوم، فإن هذا يكفر بالله عز وجل إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ولم تصل إليه هذه الأمور، فإنه يعرف بها ويعلم من جهله، فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا فإنه يحكم بردته لزوال عذره. أما إذا كان يجهل فإنه معذور حتى يبين له. نعم. قال وإن كان مثله لا يجهله كفر. نعم، إذا كان مثله يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن، نعم، ويسمع الأحاديث ويعيش بين المسلمين ولكنه أصر على ذلك، ف
فإنه يحكم بكفره ولا يحتاج إلى بيان، لأنه مثله لا يجهله، مثله ممن يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع القرآن لا يجهل مثل هذه الأمور. ومن هذا الباب ما سبق أن الذين يعبدون غير الله عند القبور والأضرحة ويذبحون لها وينذرون لها وهم يعيشون بين المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث في النهي عن الشرك وتحريم الشرك، مثل هؤلاء لا يجهلون هذا الأمر، ولكنهم يقلدون آباءهم وأجدادهم وأهل بلدهم، أو لهم مطامع دنيوية من وراء هذه الأمور فيصرون عليها ويستمرون عليها رغم البيان والنهي والتحذير لهم، فهؤلاء لا يشك في كفرهم. نعم. ولا يقال لعل لهم عذرا؟ ليس لهم عذر، لأنهم مثلهم لا يجهل هذه الأمور، وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث في تحريم الشرك والنهي عنه وشدة الوعيد عليه. لماذا لا يسألون ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى يجتنبوه؟ نعم. سلام الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. هذه أحكام المرتد لما فرغ من بيان الأشياء التي تحصل بها الردة. نعم. فإنه حينئذ شرع في بيان أحكام المرتد. لعلنا نرجع إلى الجملة الأخيرة. فمن قال: ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. نعم. انتهى. ثم قال: فصل. نعم، نحن بينا هذا، ويحسن أن ننبه إلى أن العلماء ذكروا أن الردة تحصل إما بالقول. نعم. كان يتكلم بكلام الكفر، كان يدعو غير الله أو يسب الله أو رسوله، يتكلم بكلام كفري، هذا يحكم بكفره. أو بفعل، كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله حتى ولو لم يتكلم، فهذا يعتبر كافرا بفعله. أو باعتقاد، هو لا يقول باللسانه ولا يفعل، ولكنه يعتقد بقلبه صحة هذه الأشياء، فيعتقد صحة عبادة غير الله ويعتقد صحة ما عليه المشركون والكفار، وأن الناس سواء ولا ينبغي التحجير عليهم، يكون في قلبه هذه العقيدة، فهذا أيضا يكفر بالله عز وجل. وكذلك الشك، لو شك في هذه الأمور وقال: ما أدري هل دعوة غير الله شرك أو ما هي بشرك، لا أدري هل الذبح لغير الله شرك أو ما هو بشرك، هل النصارى على حق أو على باطل، هل النصارى على حق أو على باطل، هل اليهود أو قد يقول إنهم على حق، إن اليهود أهل دين والنصارى أهل دين والإسلام أهل دين، فالملل الثلاث كلها على حق، فهذا يكفر بالله عز وجل، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين في قلبه. أو شك، تردد بين كون هذه الأشياء كفر أو ما هي بكفر، لأنه يجب أن يعتقد ويجزم أنها كفر، فإذا شك فيها وهي مما حكم الله ورسوله بأنها كفر فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فينبغي معرفة هذا الأمر. أما الفصل فقد ذكر رحمه الله أحكام المرتد الذي ثبتت ردته، إذا ثبتت ردته. أنت أشرت أحسن الله إليك لأنها تكون بالأربع، قد تكون بالاعتقاد. أي نعم. أو الشك. أي. أو الفعل أو القول. أي نعم. كل هذا قد يفضي إلى الردة. كله ردة، ما هو بيفضي. نعم، كله ردة. نعم. صلى الله عليه. ثم مضى في أحكام المرتد. نعم، أحكام المرتد إذا ثبتت ردته إما باعترافه وإما بالشهود إن يشهدون عليه بأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا أول أحكامه أنه ترفع يده عن أمواله، تصادر أمواله ويحجر عليه فيها ولا يتصرف فيها، ويفرق بينه وبين زوجته، ثم يمهل 3 أيام
وتعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار. وهو مكلف يخرج الصغير، الصغير لو فعل أو قال شيئا من أعمال الكفر أو الردة لا يؤاخذ لأنه غير مكلف. نعم. كما لو أن طفلا يسمع بعض برامج التلفزة والإذاعة فيقول كفرا، ما يحكم بكفره حتى يبلغ. طيب، مختار. مختار يخرج المكره، فمن أكره على القول على قول الكفر أو كلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالمكره يعذر، المكره يعذر ولله الحمد، لأنه مطمئن القلب وأراد، بشرط أن يكون أراد بقوله الكفر بكلمة الكفر، أراد بتلفظه بكلمة الكفر التخلص من الإكراه، إذا أراد بها التخلص من الإكراه. أما إذا قالها وهو يعتقد معناها أو لم يريد بها التخلص من الإكراه فإنه يكفر بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو مكلف مختار. نعم. رجل أو امرأة. رجل أو امرأة، لأن فيه من يقول أن المرأة لا يحكم عليها بالردة، والصحيح أن المرأة والرجل سواء، فمن صدر منه شيء من أنواع الردة من غير وهو غير معذور فإنه يكفر رجلا كان أو امرأة، ويحكم عليه بالقتل. نعم. قال: دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. هذا من أحكامه أنه يحبس ويطعم ويسقى ويضيق عليه، ويعرض عليه الإسلام والتوبة في كل يوم، فإن أصر فإنه يقتل مرتدا. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولكنه يمهل 3 أيام لأن الصحابة أمهلوه وعرضوا عليه الإسلام. نعم. إذن ليس من ارتد وكفر بعد إسلامه يباشر بالقتل، لا، يعطى فرصة للتوبة 3 أيام. أي نعم، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: فإن لم يسلم قتل بالسيف. نعم، هذا هو، فإن لم يسلم قتل بالسيف. طيب، تفضل. نعم. الحديث الذي أشرتم إليه: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. أحيانا بعض الجهلة اللي يسمون مثقفين، كما أشار عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يسمى الجهل علما. نعم. ويسمى العلم جهلا ويرفع العلم ويكثر القلم. نعم. يدخلون من هذا أنه حديث من بدل دينه فاقتلوه ينافي حرية الفكر، وأن لكل أحد حرية الفكر، يفكر حرا ويتكلم حرا. لا، فيه بعض من يدعون العلم الآن يقولون أنه لا يقتل المرتد لأنه ما في دليل على قتله، ويكذبون بالأحاديث. نسأل الله العافية. يكذبون الأحاديث هذه، يقولون أبدا، الله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين، يحتجون بهذه الآية وهم لا يفهمون معناها. إيش معنى لا إكراه في الدين؟ أن هذه أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا يكون إجباريا، إنما فيه اختيار. نعم. فيه اختيار واقتناع. لكن إذا دخل في الإسلام وعرف الحق ثم ارتد هذا يقتل بدليل السنة، هذا في الدنيا حكمه القتل، وأما في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. لعل هذا يبين قول الإمام أحمد رحمه الله أن من أخذ القرآن بغير السنة هذا منهج الزنادقة. ما في شك. وقول علي بن عباس لما أخرجها الخوارج إن ذكرتهم قال: أحاجهم بالقرآن، ونزل في بيوتنا، قال: لا تحاجهم بالقرآن فإنه حمال أوجه، لكن حاجهم بالسنة. نعم. الله جل وعلا قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
القرآن يفسر بعضه ببعض، ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة، ويفسر بأقوال التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة. لابد من هذه مصادر التفسير. أما أن يصير مرجع التفسير رأس المتعلم أو رأس القاري ولا يرجع إلى هذه الأصول، فإن هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. فالقرآن الله جل وعلا فسر كلامه بكلامه، لأن كلامه جل وعلا لا يتناقض. فإن لم يوجد تفسير في القرآن يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبين للقرآن. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل وعلا وكل بيان القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالسنة مفسرة للقرآن. وجاء جماعة من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقالوا: إننا نحتج بالقرآن، إننا نحتج بالقرآن ولا نحتج بغيره، ينكرون السنة. فقال لهم رضي الله عنه: هل تجدون في القرآن عدد الصلوات الخمس؟ هل تجدون عدد الركعات، ركعات الظهر كذا، وركعات العصر كذا، وركعات المغرب كذا، وركعات العشاء، وركعات الفجر كذا وكذا؟ وين وجدتموه هذا؟ هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ولم يبين، وكل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم: هل تجدون نصاب الزكاة؟ الله أمر بالزكاة في القرآن، لكن بماذا تجب؟ أي الأموال تجب فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تجب في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض. بيّن الأموال التي تجب فيها الزكاة. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما بماذا نعرف الشهر، دخول الشهر ونهاية الشهر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمجملات القرآن تبينها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطلقات القرآن تقيدها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال: فإن لم يسلم قتل بالسيف. نعم. فإن لم بعد استتابته ثلاثا إذا أبى أن يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل بالسيف على رقبته، يعني لا يعذب بالقتل، وإنما يقتل قتلة مريحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. فيه أنواع من المرتدين لا تقبل توبتهم ولا يستتابون، بل يقتلون إذا ثبتت ردتهم، يقتلون مباشرة. من ذلك من سب الله أو رسوله، لأنه صار زنديقا. إذا سب الله ورسوله فقد صار زنديقا، يعني فسد قلبه. حتى لو أظهر التوبة بلسانه فإنه لا يؤمن أن يكون يريد التخلص من القتل، فيقتل على كل حال. وتوبته إن كان صادقا فهي فيما بينه وبين ربه، لكن نحن نقيم عليه الحد. نعم. قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. لأن ردته غليظة، لأن من سب الله أو رسوله فردته غليظة، ولأنه يصير زنديقا فاسد القلب. نعم. أي إشارة أو إيماء إلى السب، سب الله أو الرسول، أدنى ذلك. السب الصريح، السب الصريح. أما السب المحتمل فهذا له حكم آخر، لكن السب الصريح مثل قول الذين قالوا، وهم كانوا مؤمنين قبل ذلك، الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء
أوسع بطونا وأكذب ألسنا واجبا عند اللقاء، فأنزل الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أنهم كانوا مؤمنين، ولكنهم لما قالوا هذه المقالة نطق بها من نطق ولم ينكرها من حضر صاروا كلهم مرتدين، صاروا كلهم مرتدين بذلك. نعم. قال ولا من تكررت ردته، لا تقبل توبة من تكررت ردته، لأنه أصبح مستهترا، يتوب ثم يرتد ثم يتوب ثم يرتد. قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. ثم وقال في الآية الأخرى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. نعم. قال بل يقتلوا بكل حال. نعم. وتوبة المرتد كما ذكرنا توبته إن كانت صحيحة فهي فيما بينه وبين الله، لا يضيع الله توبته، لكن نحن ما لنا للظاهر، نقتله في الدنيا ونقيم عليه الحد. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، لما ذكر أن المرتد يستتاب فإذا تاب خلي سبيله، كيف تكون توبة المرتد؟ توبته مثل غيره من الكفرة إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالكافر والمرتد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل في الإسلام، لكن إن كان ردته بسبب جحود شيء من الدين فلا بد أن يعترف به مع الشهادتين، لأنه قد ينطق بالشهادتين وهو ينكر ذاك الذي جحده، فلا بد أن يضيف إلى الشهادتين إقراره بما جحد. نعم. صلى الله عليكم. قال وتوبة المرتد وكل كافر وكل كافر، يعني كافر أصلي، يعني التوبة تحصل من الكفر ومن الردة بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام. نعم. قال وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. من كانت ردته بسبب جحد شيء من أحكام الدين المعلومة من الدين بالضرورة، فلا يكفي منه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه من قبله يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم ينكر الشهادتين، فلا بد أن يضاف إليهما اعترافه بما جحد، فتكون توبته بأمرين، أمر عام وهو الشهادتان، وأمر خاص وهو إقراره بالمجحود به. نعم. قال أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، ويحصل توبته بقوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، فإنه بذلك يدخل في الإسلام، براءته من الكفر دخول في الإسلام. نعم. مثل هذا الباب الشيخ صلى الله عليه وسلم انتهى كلام مؤلف جزاه الله خير، لكن مثل هذا الباب يبدو أن الوقوع فيه من عوام المسلمين وبعض المثقفين اللي يظنون العلم الدنيا وهذا والإعلامي والصحف كاف عن ذلك، ربما يؤتون من جهلهم، وأهمية أن نشر مثل هذه الفصول من العلم الشرعي قد تبين للناس ما هم فيه. هل من كلمة؟ نعم، يجب أن هذا الباب وأن الكتب المؤلفة في هذا الباب أنها تنشر بين الناس وتدرس في المدارس وفي المساجد وتلقى في الإذاعة ويعلن عنها، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى حذر من أمور الردة، لأن الآن الفتن كثيرة، الشرور كثيرة، وأعداء الإسلام من الداخل والخارج كثيرون. نعم. فلا بد من تبصير المسلمين، لا بد من تبصير المسلمين، لا سيما وأن وسائل الإعلام الآن تجلب الشرور والتشكيك في العقيدة. نعم. والدعوة إلى الإلحاد والدعوة إلى أن الناس سواء، ما في فرق، ما
أو أنه يكفي التسمي بالإسلام، لأن بعضهم يقول يكفي التسمي بالإسلام، فكل الفرق الضالة والمنحرفة كلها سواء مع أهل الحق، ما دام أنهم يكفينا للتسمي بالإسلام ويفعلون ما شاءوا من التفرق والاختلاف والاعتقادات، بس يكفي أنهم ينتسبون للإسلام. هذه دعوة قائمة الآن، فيجب أنه يصرح بهذا الباب ويشرح للناس ويبين للناس، وأيضا يجب أنه ما يشرحها المتعالمون والمبتدئون في طلب العلم، لا يشرحوا إلا الراسخون في العلم يبينون معانيه المقصودة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جزاه الله خيرا ونفع به وأحسن له العمل والختام، ولنا ولكم ولكل مسلم. هذه في الختام تحية مهندس الصوت بخيت الدوسري، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.